روحك يا محمد. السلام عليكم خوتي خواتاتي، كنتمنى تكونوا بألف خير ان شاء الله. اليوم غادي نوجد معكم واحد الاكله غزاله وصحيه وكتكون مليئه بالخضر وكتجي على شكل بايلة، ولكن ماشي هي بايلة الاصيليه. بايلة الاصيليه من بعد ان شاء الله غادي نديرها لكم، ولكن هذه كتشبه البايلة، يعني نقدروا نوجدوها فيها فوائد كثيره كثيره كثيره. البنات وانتم غادي تشوفوا شنو غادي ندير فيها. كنتمنى حبيبي تعجبكم ونكون خفيفة على قلبكم. يلا خليكم معايا وندوزو للطريقة والمقادير وكل شيء، بقاو معايا. السلام عليكم خوتي خواتاتي، كنتمنى تكونوا بألف خير ان شاء الله. كيف بقيتوا مع الصيام؟ الله يتقبل منا جميعا، والله يشفي جميع المرضى، والله يهز علينا هذا الوباء ان شاء الله، نعيدو يكون هذا الوباء مشى وتسالى وصير دخل الفرحه لجميع البيوت ان شاء الله. يلا حبيبي، اليوم ان شاء الله غادي نوجد معكم هذه الوجبه. هذه بالارز، كتكون صحيه متكامله بصراحه، يعني الوليدات كيتعجبهم، وفرصه باش اننا ناكل وليداتنا الخضر، وكتكون صحيه ان شاء الله بحول الله. هانتوما كيف كتشوفوا، خلاص عندنا الارز. الارز اي نوع بغيتوا ديروا ديال الارز كديروه، ماشي كاين شي اختيار في الارز. عندي طماطم وعندي فلفله خضراء، بما انني درت فلفله خضراء وفلفله صفراء ما غاديش ندير فلفله حمراء، لانه عندي الطماطم في الاحمر. وعندنا الجزر وعندنا القرعه وعندنا المعدنوس، يعني الخضر متكامله يعني، والبصله عفوا، عندي هنايا بصله. كتكون صحيه وكتجي في المذاق روعه 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 البنات. غادي نزيد عليها توابل البنات، المهم غادي ندير معكم مرحله بمرحله باش هكذا باش ما نخلط لكمش الامور. وغادي ندير فيها صدر ديال الداند، يعني ديال الديك الرومي، غادي ندير فيها طريفات ديال الصدر ديال الديك الرومي، وغادي ندير فيها الكروفيت، غنديرو غير من الفوق باش غادي نزوقها من الفوق ان شاء الله. يلا بقاو معايا حبايبي، وغادي ندير لكم مرحله بمرحله. هانتوما البنات كيف كتشوفوا، صافي قطعت الخضره ديالي، القرعه قطعتها في حكيتها في الحكاكه الجهه اللي غليظه، والجزر حكيته في جهه رقيقه، وبحال الفلفله والبصله ومطيشه غير قطعتهم انايا رقيقين، والمعدنوس حتى هو، والصدر ديال الداند اللي هو الديك الرومي. صافي هنا كندير الزيت، كندير البصله، وغادي نخلي البصله حتى تشحر مزيان. هانتوما كيف كتشوفوا تشحرت، بدات كتبدل اللون ديالها. غادي ندير الملح على حسب الذوق، وهنا غادي ندير الماء. الماء القياس البنات اللي غادي يطيب فيه الرز، وما يبقى لناش الماء بزاف في الرز، لان خصنا الرز يكون ناشف في الاخير. صافي البنات، من بعد ما غلى الماء غادي نضيف الارز اللي هو الرز، وغادي نحرك. غادي نضيف الجزر اللي هو خيزو، حتى هو غادي نخلطو نحركو مع الارز. وغادي نضيف الفلفل، يعني الفلفله، غادي تشوفوا فيها شويه من الخضر لاصقين معاهم، لان راكم كما شفتوا في الاول كنت ديرهم في نفس الصحن. صافي غادي نخلط
منين يبدا يغلي عاد كنضيف القرعه. راك عارفين بانه كنديرهم بالتدريج على حسب شكون اللي كيستحمل الطياب اكثر من الاخر، لانه الجزر خصو كيستحمل الطياب اكثر من القرعه واكثر من الفلفله واكثر من المطيشه حتى هو. مني غادي يغليو مزيان غادي نضيف الطماطم اللي هي مطيشه، والمعدنوس. صافي غادي نخلط الكل باش كيتخلطوا مع الارز. وهنا غادي نضيف الصدر ديال الديك الرومي، كاين اللي كيقولو بيبي كاين اللي كيقولو الداد، كل واحد وشنو كيقول. كنحاول انني نبسط على حسب حبيبي المصريين اللي ما كيفهموش اللغة المغربية يعني اللهجة المغربية. هنا عندنا مش الخرقوم ولكن الكاري. هنا عندي التومة وعندي الإبزار يعني الفلفل الأسود، وعندي زريعة ديال القصبر والخرقوم. درتهم في صحن واحد باش يجوني ساهلين أنني نكبهم. صافي وغادي نخلط الملحة، راه حنا درناها في الأول، دائما الملحة كتبقى على حسب الطوق. من بعد ما كل شيء حسيت به بدا كيطيب عاد كندير البازيلاء. نسيت ما وريتها لكم في الأول اللي هي جلبانة، لأن هي ما كتستحملش طياب بزاف. صافي البنات ملي كنشوفوا الماء يعني بقى كينقص والرز صافي طاب والخضرة ديالنا كلها طابت، دابا غادي ندير الكروفيت. يعني اختيار الا بغيتو ديرو شي نوع اخر ديال الحوت ولا شي حاجه. وغادي ندير هادو ليمول، هادو البنات يمكن في المغرب كيقول لهم بوزروك. المهم كنديرهم البنات، انا كنغسلهم بالماء سخون باش كيتفتحوا وكتخرج ليك الرمله اللي كتكون فيهم لداخل. ضروري غسلوهم بالماء سخون باش كيتفتحوا، وكتغسلوهم مزيان باش ما كيبقاوش فيهم الرمله. شحال من وحده كتغسلهم بالماء بارد كيبقاو مسدودين وكيخليو لها الرمله في الروز. صافي البنات حطيتهم غير بهذا الشكل هكذايا. صافي وغادي نسين على ما ينشف من المرقه. صافي وغادي نحطو، ودابا كيف كتشوفوا ها هو دا وجد ناشف وجا زوين وكيكون صحي. البنات راكم شفتوا الخضر اللي فيه وطاب بطريقه صحيه، والارز كيجي غزال لانه ما كيجيش لا ملصق لا حتى شي حاجه، كيجي روعة. شكرا لكم حبيبي على حسن المتابعة ديالكم، كنتمنى انها تعجبكم هذه الوصفة ديال هذا النهار وتخليولي التعاليق ديالكم الجميلة. شكرا لكم على حسن المتابعة، شكرا لكم على اللايكات على المشاهدة ديالكم، واللي مازال ما نضمش لعائلتنا مرحبا والف مرحبا بك تنضم لعائلتنا باش تكبر القناة. الى كبرت راه تكبر بكم ان شاء الله. شكرا لكم على حسن المتابعة وبصحة فطوركم، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله. لو لنعبر بحر الحياة الحياة بحب وود ونصح الأمين.